سلام بنات، منا تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه. رجعتكم فيديو جديد اليوم. فيديو جديد اليوم يكون عباره على الصوبه ديال الحوت او الشوربه ديال السمك اللي غادي نحتاجوا فيها واحد جعده اي خزم. انا عملت في ديك الماكينه اللي كترمي تقدروا تحكوها. غادي نستعمل فيها واحد اللفت، واحد الحبه ديال اللفت حتى هي طحنتها. غادي نستعمل فيها واحد البصله حتى هي طحنتها في ديك الماكينه، وعملت معها ثلاثه فصوصه ديال الثوم. وغادي نحتاج القرافص، قزبر ومعدنوس. عندي هنايا واحد مطيشه كبيره محكوكه، عندي هنايا الشامبينيون اللي تقدروا تستغناو عليه، وعندي هنايا القرع قطعتها صغيره، عندي كالامر، وعندي الهبره ديال الحوت، وعندي شويه ديال الكامبا، وعندي شويه ديال الملح، وعندي مغروفه ديال الزبده، والشعريه اللي غادي نضيفها حتى الاخر. تقدروا تستعملوا الشعريه الصينيه، انا غادي نستعمل هاد الشعريه هادي. عندكم واحد البيضه اللي غادي تستعملوها حتى الاخر. وغادي نستعمل كنور ديال الحوت، وغادي نستعمل سكنجبيل، الخرقوم واليبزر، ومغروفه ديال الزبده هي اللي غادي نطيب بها. المهم ما نطولش عليكم الجوز والطريقه التحضير. هنا نبداو على بركه الله. عملت واحد الطنجره على البوطه اللي غادي نعمل فيها جميع المقادير. عملت فيها ديك البصله، وعملت فيها اللفت الجعده. المهم غادي نعمل جميع المقادير، الا ما غاديش نعمل الشعريه، وما غاديش نعمل بطبيعه الحال الكامبا حيت ما كتاخذش وقت كبير في الطياب، وما غاديش نزيد شامبينيونيس وبيضه، غادي نخليهم حتى الاخر. المهم غادي نعمل المقادير كامله، وغادي نمرق المرق الكافي اللي غادي يطيب لي فيه الصوباي. ما غاديش نزيد المرق مره، هي اللي غادي ديك المرقه هذيك اللي غادي تبقى بها الصوبه، ما غاديش نزيد عليها مرق تماما. صافي هي من بعد ما كتغلى وطابت لي الخضره، غادي نزيد عليها هذيك الكامبا كما كتلاحظوا معايا، وغادي نزيد عليها هذيك الشامبينيونيس، غادي نزيد عليها، غادي نخليها تغلى شويه، غادي نزيد عليها حتى ديك الشعريه. تقدروا تستعملوا حتى الشعريه الصينيه، انا اكثر هيك نستعمل شعريه صينيه، اليوم استعملت شعريه عاديه. صافي دابا غادي نخليها تغلى، وعاد كنزيد عليها ديك غنزيد عليها ديك البيضه. صافي دابا من بعد ما بدات كتغلي غادي نزيد عليها هذيك البيضه اللي حركت، تقدروا تستغناو عليه اللي ما كيعجبوش. صافي وما غاديش نحركها، غادي نخليها تغلى ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي. وهي البنات من بعد ما وجدت الصبه وطابت كتجي على هاد الشكل هذا. صراحه الله كتجي غزاله وصحيه 100%. نتمنى فيديو اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش تدعموني باللايكات ديالكم باش تشجعوني على الاستمراريه. واللي باقي ما تابونا معايا في القناه، كنقول تابونا معايا في القناه باش يوصلك كل جديد فيديوهاتي.
ولا هاديك تابونا معايا في القناة كنقول لهم مرحبا والف مرحبا. ونتمنى الفيديو اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، ونتلقاو فيديو جديد ان شاء الله. بسلام عليكم.